إذا سيداتي وسادتي عشاق قناة الحولي السري، الكل شاهد القرعة، قرعة كأس العالم قطر 2022، شاهدة يعني بروح حماسية ووطنية كبيرة. المنتخب الوطني وقع في مجموعة لا يمكن أن نقول سهلة ولا يمكن أن نقول صعبة، مجموعة فيها مجموعة من المنتخبات المخضرمة، المنتخبات القوية. على سبيل المثال نجد المنتخب البلجيكي، ومن لا يعرف بلجيكا، بلجيكا المنتخب الذي يحمل مجموعة من اللاعبين كدي برويني وكاللاعب لوكاكو، والقائمة طويلة، لاعبين محترفين في مجموعة من الدوريات الأوروبية الكبيرة. ونجد كذلك المنتخب الكرواتي، ومن لا يعرف كرواتيا وصيفة كأس العالم الماضية، فيما نجد الحلقة التي يعتبرها الجميع حلقة ضعيفة هي المنتخب الكندي، لكن المنتخب الكندي قادم من تصفيات كبيرة أمام منتخب أمريكا، انتصر على المكسيك بهدف لصفر، يعني صعد إلى كأس العالم ب 28 نقطة، يعني منتخب كبير، منتخب كبير، مجموعة ليست بالسهلة ولكنها أسهل المجموعات، نعتبرها من أسهل المجموعات التي ممكن أن يقع فيها المنتخب الوطني المغربي. كلنا آمال وكلنا ثقة في كتيبة كتيبة السربية واحد خالو لوزيتش. يعني المنتخب الوطني المغربي الآن يجب عليه الشغيلة بصمت، ونتمنى نتمنى عودة نجوم المنتخب الوطني المغربي على رأسهم الحكيم زياش، مزراوي، وحمد الله، لما لا عودة حارث، ومجموعة من اللاعبين الكبار اللي يعطيو قيمة مضافة. ونتمنوا ان يعني المعادلة الصلح تتم بين المدرب واحد علي زيتش وهذه الاسماء، لان اسماء كبيرة، وكذلك يعني مازال الوقت، مازال الوقت نشتغل على الاداء ونشتغل على الرتوشات الاخيرة. ونتمنى ان كأس العالم في قطر يكون يعني نسخة ليست كباقي النسخ، نسخة يعني نشاهدوا فيها تألق الأسود الذين عودونا على التألق في كأس العالم. ونذكر بالذكر 98 حيث حلق الأسود هناك فرنسا لولا حد النرويج ولا البرازيل لكنا سنحقق الصعود، كنا سنحقق الصعود إلى الدور الأول، لكن تخاذل المنتخب البرازيلي اللي بقت صمة عار في جبيني أمام المنتخب النرويجي وأداء انتصار. يعني لا نريد الخوض في الحديث في الماضي، الآن نحن يجب علينا الشغال على المستقبل، ولما لا يعني تحقيق نتيجة مشرفة هناك بقطر، بحيث سيكون يعني الدعم قال للجماهير العربية والمغربية بصفة خاصة. ونتمنى يعني الجماهير تحج بكثرة لمساندة الأسود، وكلنا ثقة في رفقاء حكيمي والترسانة المغربية بقيادة الصربي واحد حالي لوزيتش، وعودة والتلميم للمنتخب سيكون في صالح الجماهير المغربية. إلى ذلك الحين كان معكم الأخ محمد من قناة الحولي السردي بن مسكين، دمتم متعلقين.